بالتأكيد اليوم كل مكونات الشعب العراقي ترفض تواجد قوات أي قوات غير عراقية على أرض عراقية، سواء كان في إقليم كردستان أو كان هنا في المحافظات العراقية. لذلك تواجد قوات البكك غير مرحب به، ونحن لا نريد هذا التواجد، خاصة أن هذا التواجد قد يعطي مبررات أيضا للجانب التركي لإرسال قوات لمحاربتها على الأرض العراقية. وبالتأكيد حسب اطلاعنا وخاصة نائب محافظة نينوى، لا يوجد أي دور لقوات البكك للمشاركة في عملية تحرير محافظة نينوى، لأن إذا أصبح لها دور بالتأكيد سيؤدي هذا إلى معوقات ومشاكل قد تحدث في سير عمليات تحرير محافظة نينوى. لن تشارك ولا يمكن لها المشاركة في عملية تحرير محافظة نينوى، لأن الخطة موضوعة من قبل قيادة العمليات المشتركة ومشتركة فيها التحالف الدولي وأقليم كردستان وبغداد، ولا يمكن في أي شكل من الأشكال أن يكون هناك تجاوز على هذه الخطة. السيادة لأي دولة كانت تعني أن حدودها مصانة، وأنها تمتلك قدرة واستقلالية القرار والإرادة الوطنية، لذلك أي تدخل داخل حدودها وفي شأنها هو خرق لسيادتها. أنا ما أريد أن أقوله، لن نقبل نحن كعراقيين أن تكون هناك جهة معينة عراقية تسكن داخل إيران أو داخل تركيا وهي ضد بلدنا، وربما نحن أيضا وهم لا يقبلون أن يدخل في شؤونهم. لذلك نحن أيضا يجب أن نفكر هذا التفكير ولا نسمح لتواجد أي جهات معينة تناهض جيراننا، لأنها تخرق سيادتنا أولا وتسيء لعلاقتنا، ونحن علينا أن نبني علاقتنا مع الشعوب المجاورة بسلام وبمحبة وفق مصالح مشتركة، وأن نمنع التدخل في سيادة الآخر.